أجزم بأني عاشق ومتيم في عاشقي وحب في فؤادي كم يلب. احتفالا باليوم الوطني 46 قدمت وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالتعاون مع ندوة الثقافة والعلوم في دبي ملحمة الوفاء لوطن العطاء في العمل الوطني الغنائي درة الأزمان. حفل الأوركسترا الموسيقي الذي تغنى من خلاله الفنانين بأغاني وطنية للإمارات، وشارك فيه الفنان الكبير لطفي بوشناق مع باقة من نجوم الفن في الساحة المحلية. كما واحتفل مركز الجليلة لثقافة الطفل في دبي باليوم الوطني 46، وتضمن الحفل عدد من الفعاليات الوطنية التي عبرت عن فرحة المشاركين بهذا اليوم الاستثنائي. وسط أجواء من الفرحة والفخر احتفلت مدينة دبي للإعلام باليوم الوطني 46، وعبر المشاركون عن فخرهم وفرحتهم بيوم الاتحاد، وتقدموا بأسماء آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة ولشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها. كما ونظمت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 46 لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار المدرسة الإماراتية ومستقبل التعليم، وأكد المشاركون أن الاحتفال باليوم الوطني ما هو إلا ترجمة صادقة لأسمى معاني الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.